كيف يتم صنع الزجاج؟ الزجاج هي مادة شفافة وغير عضوية، تشبه في بنيتها السوائل وتعادل في صلابتها عند درجة الحرارة العادية صلابة الأجسام الصلبة، ولا يحتوي بحالته الصلبة والسائلة على بلورات، ولا يمكن تحديد درجة انصهاره، لأنه يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة مرورا بمرحلة الليونة التي تتميز بدرجة اللزوج العالية. ويعد الزجاج من أكثر المواد فائدة في العالم، حيث يمكن أن يصاغ بعدة أشكال، كأن يغزل ويستخرج منه خيط أرفع من خيط العنكبوت، وقد يصبح كالعجين أو على هيئة مرآة تلسكوب كبيرة وتزن عدة أطنان. وقد يتم صنع الزجاج ليصبح أقوى من الفولاذ أو أضعف من الورق وأكثر هشاشة منه، كما يمكن تلوينه بأي لون مرغوب عبر إضافة مواد كيميائية مختلفة. المواد المكونة للزجاج تنقسم إلى مواد أساسية، وهي الرمل أو السيليكا. يتم استخدام الرمل قليل الشوائب الذي يحتوي على نسبة عالية تصل إلى 80% من أكسيد السيليكون في استخلاص تحتوي على نسبة عالية في مادة السيليكون التي تستعمل في استخلاص حمض السيليكون الذي يمثل المادة الأساسية لصناعة الزجاج. المادة الأخرى هي مركبات الصوديوم، وبالتحديد أكسيد الصوديوم. أكسيد الصوديوم الذي يعمل على تقليل درجة الانصهار ويساعد على تشكيل الزجاج. المادة الأساسية الأخرى هي الكلس والدولوميت، حيث يساعد أكسيد الكالسيوم CaO على تصليب الزجاج. مادة البوراكس أيضا مادة أساسية، وهي مادة تحتوي على أكسيد الصوديوم NO2 وأكسيد البورون، وهي تعمل على تقليل معامل تمدد الزجاج. ويتميز الزجاج الذي يحتوي على نسبة كبيرة من أكسيد البورون أنه لا ينكسر عندما يتعرض لحرارة مفاجئة. إضافة إلى المواد الأساسية، هناك مواد ثانوية تدخل في تكوين الزجاج. يمكن تعريف المواد الثانوية بأنها المواد التي يتم إضافتها إلى الزجاج لتحسين نوعيته، مثل المواد الملونة ومسرعات الانصهار كبعض الأكسيدات مثل أكسيد الرصاص وأكسيد التيتانيوم وأكسيد البريوم. تبدأ عملية صنع الزجاج بتجهيز المواد الأولية على شكل بودرة أو حبيبات ليتم مزجها مع بعضها البعض بنسب محددة، ومن ثم يتم إدخال المزيج إلى الفرن بدرجة حرارة عالية جدا، ومما يسبب انصهار الرمل. لذا يتم إضافة كربونات الصوديوم لتقليل درجة الانصهار، ويتفاعل الرمل مع كربونات الصوديوم لتكوين سوليكات الصوديوم، والذي يعرف باسم الزجاج المائي لأنه يذوب في الماء. لذا يتم إضافة الحجر الجيري إليه لتكوين خليط من سوليكات الصوديوم والكالسيوم ليصبح مقاوما للذوبان في الماء. وفي هذه الأثناء قد يتم إضافة مواد كيميائية أخرى للخليط، مثل أكسيد الكروم للحصول على زجاج باللون الأخضر، أو أكسيد الكوبالت للحصول على زجاج باللون الأزرق. بعد ذلك يبرد مصهور الزجاج ببطء حتى يصل إلى مرحلة التشكيل في الدرجة المطلوبة. وتتم هذه العملية إما بالنفخ والتشكيل اليدوي عن طريق صب المصهور في القالب، والنفخ بالفم أو بالمنفاخ، أو باستخدام التشكيل الآلي عن طريق صب المصهور والنفخ آليا. وأثناء هذه العملية يفقد الصهير حرارته بسرعة، لذا يجب أن تتم عملية التشكيل بأسرع وقت. وبعد إتمام عملية التشكيل يتم تبريد الزجاج ببطء وبالتدريج لتجنب تشققه، وتكون مناطق الضعف فيه بفعل التغير المفاجئ في درجة الحرارة، حيث يتم وضع الأدوات والمصنوعات الزجاجية في فرن التبريد بدرجة حرارة تتراوح ما بين 400 و600 درجة مئوية إلى أن تبرد تدريجيا. بعد ذلك يتم إخراج الأدوات الزجاجية من الفرن لصقلها وتقطيعها وتصنيفها. يتميز الزجاج بخصائص عدة تميزه عن الكثير من المواد الصناعية الأخرى، وهي الشفافية، حيث يعد الزجاج من المواد التي تتميز بشفافية صافية ومتجانسة، حيث تمر الأشعة والموجات الضوئية تحت الحمراء إلى ما فوق البنفسجية بشكل محدود. من خصائص الزجاج أيضا عكس الضوء وكسره، حيث يتراوح معامل انكسار الزجاج ما بين 1.4 إلى 2.2. من خصائص الزجاج أيضا مقاومة المواد الكيميائية، حيث يستطيع الزجاج مقاومة المحاليل الكيميائية عدا حمض الفلوردريك والمنصهرات القلوية التي تحلل الزجاج بسهولة، ومن الممكن أن يؤثر الماء على الزجاج إذا عرض له لمدة طويلة. القساوة،
تعرف القساوة بأنها مقاومة الخدش أو الاحتكاك، وعلى الرغم من أن الزجاج جسم هش وسريع التحطم، إلا أنه قادر على مقاومة عوامل الخدش والاحتكاك.